يعني كنت في أول حلقة قلت إنه الجماهير طبعا ليها حق، ليها مطلق الحق إنها تبقى زعلانة وتبقى غضبانة وتبقى قلقانة وتبقى متوترة مش من النتيجة. وقلت قبل كده إنه ياما خسرنا ماتشات وياما خسرنا بطولات، بس كانت الجماهير بتبقى راضية وتزعل على فقدان اللقب لكن ما تزعلش من الفرقة. صحيح، تزعل إنه خسرت ماتش أو خسرت بطولة، بس تحس إنه اللعيبة في الملعب عملت اللي عليها وزياده ومش مطالب، ما كانش في امكانياتهم او في مقدورهم افضل يعملوا من حاجه ما افضل كان من يعني. كده، فكان الموضوع ما بي... لكن حاله القلق مع الممزوجه بالغضب دي يمكن تكون بتلخص مش بس ماتش سموحه، لكن بتلخص مرحله ما بعد التوقف. احنا كنا قبل التوقف ماشيين كويس جدا صحيح والعلامه كامله تقريبا صحيح، في كل البطولات، وحاققين لقب في بدايه الموسم مهم جدا على حساب سوبر الزمالك، لقب السوبر. كانت الناس راضيه ومبسوطه وحاسه انه الفريق وقبلها رجع كانت تاني واقف. الفرنزية كاس العالم. يعني وقبلها مش انا بتكلم على مرحله كولر بعد يعني مع بدايه الموسم، راجل كسب في افريقيا بره وجوه، كسب كاس سوبر، مشي في الدوري كويس، وما زال بالمناسبه يعني الاهلي تعادل امبارح على ما النتائج، على افقدوش. حسب النتائج بكلمك صحيح. على لما تيجي تبص على جدول الترتيب انت ما زلت في صداره الجدول، بس في حاله قلق انه الماتشات ما بعد العوده من التوقف يا اشرف، الاهلي كانه في هزه، الاهلي كان في حاجه غلط. المرحله دي اجمالا شفتها زي مش بس ماتش سموح، وايه الاسباب التباين في المستوى ما قبل عما بعد يعني. طيب خلينا نتكلم انه ده حال جمهور النادي الاهلي دايما، يعني احنا متفقين انا وانت انه دايما جمهور النادي الاهلي لا يرضى ابدا الا بالصداره في كل البطولات، تمام، ولا يرضى ابدا الا بالاداء الجيد المرضي لجماهير النادي الاهلي، يعني خلينا متفقين على ده. تمام. وللاسف حال كره القدم الفترات الاخيره مع السوشيال ميديا اللي اصبحت يعني رهيبة جدا جدا، بتسبب ضغوط كتيرة جدا جدا على كل المنظومة، مش بس على الجهاز الفني ولاعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارته، ولكن أصبحت بسبب ضغوط كبيرة جدا جدا بتؤثر بشكل كبير جدا على أداء اللاعبين داخل الملعب. خلينا نتفق على ده تماما، لأني شايف إنه النادي الأهلي، وهاخد من كلامك وأقول إنه النادي الأهلي من بداية الموسم اتفقنا إنه البداية سليمة، في وقت راحة، ومدير فني جديد ابتدى يشوف مين اللي هيرحل ومين اللي هيستمر معاه، ابتدى يشوف الصفقات، يعني كانت بداية جيدة واستمر بشكل جيد ببطولة السوبر، ابتدى في 4 5 مباريات من بداية الموسم بشكل رائع جدا أداء ونتيجة، مظبوط، حتى في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات، وبالتالي البداية كانت مميزة جدا ورائعة جدا، وما زال حتى هذه اللحظة النتائج بشكل يعني انت 9 مباريات فوز في 7، تعادل في مباريتين. عايز اقول بس ان كره القدم ما فيهاش فوز طول الوقت، ما فيش حد بيكسب او بيفوز كل المباريات لانك طب مش بتلعب في خليني اطرح عليك الاسئله اللي كنت مش بسالها للناس وعايز الناس يعني تجاوب على الاسئله دي، يعني كل واحد بينه وبين نفسه يجاوب على الاسئله دي. هل لو كان الاهلي كسب امبارح بنفس الاداء ده كان هيبقى نفس رد اعتقد الفعل؟ ما كانش هيبقى نفس رد الفعل، كان هيبقى اقل شويه، ولكن البعض من جماهير النادي الاهلي والشويه يعني متابع بشكل جيد فريق كره القدم في النادي الاهلي عارف انه الاداء المنحنى، خلينا نتفق برضو وما نبقاش بنخرج عن المنطق او الطبيعي، الاداء شويه ابتدى يقل او يعني اقل شويه من بدايه الموسم، وبالتالي لا اقل كتير. اقل. طيب يعني امبارح ماتش امبارح صحيح مثلا اقل كتير، اقل ماتش فاركو لا، حتى رغم المكسب يعني انت كسبت الماتش ده لكن اقل لكن كتير. اقل شويه ماتش فيوتشر لا مش الاهلي خالص يعني، صحيح، فاهم؟ في ماتشات مش احنا، مش كورتنا مش ومش الاداء اللي ابتدى بيه مستر كولر مع النادي الاهلي او لعيبه النادي انا الاهلي مع بتكلم على نفس مستر كولر. الفرقه دي، مش السيزون اللي فات ولا السيزون اللي قبله، انا بتكلم على نفس الفرقه دي نفس السيزون ده، من ايام، من قبلها بايام كان الاداء في حاله فوقان، منتشي جدا يعني وفوقان جدا في صحيح حاله رضا عام من كل الجماهير انه الجهاز الفني ماشي كويس صحيح، والفرقه ماشيه كويس واحنا مبسوطين ومطمنين. حصل التوقف رجعنا نلعب، لا في حاجه غلط، ده اللي خلينا انطباع نقول صحيح. اغلب الناس متفقه على الكلام لما ده. تبقى ماشي بشكل جيد سواء على مستوى الاداء او مستوى النتائج وبيحصل توقف،
اعتقد بيحصل شويه يعني نتائج سلبيه، مش على مستوى النتائج، على مستوى الاداء، لانه بتفقد شويه الحماسه، بتفقد شويه الاداء البدني والذهني، خاصه الذهني داخل الملعب، وده شويه بيفقدك نسبه كبيره جدا جدا من ادائك اللي كنت بتاديه قبل التوقف. انا شايف ان ده على فكره على كل الفرق، مش بس النادي الاهلي. يعني انت لو شفت كل الفرق، سواء زمالك او بيراميدز او سموحه او المصري او الاسماعيلي، كل الفرق ادائهم قبل، صحيح قبل التوقف كان افضل من دلوقتي. وبالتالي هتاخد وقت شويه لغايه ما تعود مره تانية لادائك الطبيعي، خاصه للتركيز داخل الملعب والاداء الذهني داخل الملعب للاعبين بياخد فتره شويه عشان يقدر يرجع مره تانية. طيب انت محتاج ايه الفتره الجايه يعني عشان تقدر تفوق وترجع مره تانية؟ بس قبل ما تروح الحته دي، اتفضل، يعني انا هاخد الروشته منك، اتفضل، وهتحدد لي الادوار، لانه الجمهور ليه دور طبعا، اللعيبه اكيد اكيد ليها دور، الاداره والتدعيمات طبعا ليها دور، الجهاز الفني بالتاكيد برضو ليه دور. فبالتالي كل واحد مطلوب منه يقوم بالدور بتاعه، لان احنا كلنا ورا في ظهر النادي الاهلي، يعني كلنا عايزين النادي الاهلي يعدي. عايز اقول ده للجمهور يا احمد، لانه الناس، في ناس بتنتقد انه القناه هنا بتدعم سواء انت ماشي صح او غلط، يعني وده مش سليم، مش صحيح. انت هنا بتقول الصحيح واللي صح واللي في مصلحه النادي الاهلي بغض النظر عن اي شيء. وبالتالي انت النهارده بتقول في دور لمجلس اداره، وفي دور للجهاز الفني، وفي دور للاعبين، وفي دور للجمهور، وفي بالفعل في اخطاء بتحصل، وبالتالي لازم نحط عليها سبوت عشان نقدر نصحح ونمشي بطريق سليم. صحيح. هو ده دورنا ودور القناه ودور الناس اللي بتحب وتعشق الكيان. انا هنا بقوم بدوري، يعني انا هنا لازم، هو الاعلام برضه ليه دور، وخصوصا في مواجهه اعلام الفضاء طبعًا الخارجي طبعًا اللي جايه من منصات سوشيال ميديا. صحيح. احنا مش عارفين مين بيحركها ومين بيمولها، والناس اللي في استوديوهات تحليليه اللي من شهرين بس كانوا بيتغنوا بفرقه النادي الاهلي. صحيح. وبيتغنوا بمارسيل كولر، وبيتغنوا بنجوم النادي الاهلي كريم فؤاد وبرونو سافيو وعبد المنعم ومتولي وشنامج، دول كانوا محل اشاده والناس طالعه بيهم سابع سما. النهارده الفرقه كلها مره واحده كده بقت محل هجوم شنيع حقيقه على كل المنصات. انا كاهلاوي ممكن ابقى زعلان من نجوم فرقتي، لكن في النهايه انا بحب النادي الاهلي، انا ما بحبش اشخاص، ما بحبش اسماء، بحب طبعا النجوم دي، لكن النادي الاهلي اسم النادي الاهلي بالنسبه لي في حته ثانيه. فهدفي انه الاهلي يرجع في مكانته الطبيعيه، وده ممكن يحصل ازاي، هو ده اللي انا بتكلم فيه مع عشر. بس انا يهمني التقييم الموضوعي، يعني النهارده انا بقول في 28/11 بعد ماتش السوبر الناس كلها كانت بتقول انه الفرقه تمام واحنا مش محتاجين حاجه. صحيح. النهارده بتقول لك لا، الفرقه كلها مش تمام وكلها غلط، واحنا ماشيين غلط في غلط، والاداره غلط، والجهاز الفني غلط، واللعيبه كلها غلط. طب يعني هنعمل ايه؟ يعني نبطل نلعب بقى وما نروحش نشارك في كاس العالم ولا ما نلعبش دوري؟ يعني هنعمل ايه؟ احنا لازم نشوف ايه اللي مطلوب يتعمل، الخطوات اللي جايه. التباين ده يوم فوق في اعلى سماء ويوم تحت في سبع ارض، ازاي؟ بالنسبه للاراء الناس، اراء الجمهور واراء المحللين، شوف ما ينفعش ابدا انك تكون منجرف بهذا الشكل، يعني ما ينفعش تكون بتدعم او بلاش تدعم، خليني حد محايد او في تبالغ، يعني مبالغه، فكره مبالغه بهذا الشكل في هذا في في ارائك التحليليه. يعني حتى كره قدم ببساطه شديده جدا في تباين في الاداء خلال الموسم، وبالتالي لما يكون عندنا في سبب، وسبب منطقي جدا، انه جميع فرق الدوري بعد التوقف بالفعل هتاخد وقت شويه عشان ترجع مره ثانيه. احنا متفقين هنا ان في تراجع في مستوى بعض اللاعبين في النادي الاهلي ادى لهذا المستوى. حتى مستر كولر على يعني بناء على تصريحاته انه شايف انه يعني مش طبيعي التباين في هذا الاداء، او انه التوقف ده ادى فعلا الى انه بعض اللاعبين تراجع او مستواها تراجع في الفتره اللي فاتت. محتاجين انه نقف في ادوار طبعا لازم نتكلم فيها، ولكن انه ما ينفعش بالفعل المبالغه بهذا الشكل في انك بتتكلم بشكل جيد جدا على فريق ادى مبارياته الاولى باداء رائع جدا جدا، ذهني وبدني وفني، على مستوى النتائج، على مستوى الاداء، على مستوى اللاعبين وعودتهم مره ثانيه. انت بتتكلم في بعض اللاعبين كانوا بعيد جدا يا احمد، مستر كولر قدر يرجعهم مره ثانيه زي كريم فؤاد وبعض اللاعبين اللي كان مستواهم بعيد وابتدى يرجع مره ثانيه. في لعيبه بدات الموسم بفورمه عاليه جدا، يعني حمدي فتحي، اليو ديانج، كريم فؤاد، متولي طبعا، عبد المنعم، وكانوا بعيد اكرم توفيق، كانوا بعيد على اسماء ما كانتش ليها دور، يعني طبعا هم كلهم لعيبه كبار، بس انا اقصد اقول اللعيبه دي ما كانتش ليها شكل مشاركه اساسيه او ليها دور كبير قوي السنه اللي فاتت. متولي تقريبا كان غايب على المشهد
طول السيزون، ظهر في اخر ماتشات كريم فؤاد مره لو فاكر اتكلمنا عن متولي وقلنا انه يعني هل هيقدر يعود بالفعل قدر يرجع مره تانية مع وتلقى اشاده من الجميع الحقيقه وانضم لمنتخب مصر اكرم توفيق وكريم فؤاد يعني كريم فؤاد مفاجاه بشكل كبير جدا يرجع وتغيير مركزه بهذا الشكل وتوظيفه بهذا الشكل.